وهذا الخبر يعني يهم الكثير من الناس. بنعرف أنه الملايين حول العالم يكونوا حريصين أنهم يستخدموا غسول الفم، لكن أظهرت بعض الدراسات أنه غسول الفم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض، وذلك بسبب خصائصه القاتلة للبكتيريا. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر وعن آثار الجانبية والمعروفة أو نعرف إيش هي البدائل الأفضل لغسول الفم، نرحب معنا بضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي العسيري، استشاري طب وجراحة الأسنان. أهلا وسهلا بك دكتور علي، نورتنا. خلينا في البداية نعرف حقيقة الآثار الجانبية من غسول الفم من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور، وأود أن أشكر قناة روتانا على استضافتهم لنا في هذه الساعة، وسعيد جدا بنشر التوعية الصحية فيما يتعلق بأمراض الفم والأسنان والمساهمة في الرسالة المجتمعية عبر هذه القناة العزيزة علينا. غسول الفم هو أحد المنتجات التي تستخدم لتقليل نمو البكتيريا الضارة داخل الفم، ويجد انتشارا واسعا، حيث أنه من الوصفات التي ممكن للإنسان شراءها من الصيدلية في بعض الأحيان بدون وصفة طبية، فيكون هناك ضغط شديد في استخدامها من قبل بعض المرضى أو الاستخدام الزائد لها، مما يؤدي إلى بعض الآثار السلبية. لكن في المجمل يعتبر غسول الفم أحد الأشياء المهمة لتقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم، وأيضا تحسين رائحة الفم وتقليل نمو البكتيريا وأمراض الفم، وهو مطهر جيد في بعض الأحيان قبل العمليات الجراحية للفم والأسنان أو بعدها، أو يعتبر واقي من بعض أنواع الأمراض أو تقليل الإصابة بها. طيب دكتور علي، وش علاقة أنه يكون في ارتفاع ضغط الدم لما نستخدم غسول الفم؟ الدراسات العلمية كثيرة جدا التي تجرى على أنواع الأدوية، سواء الأدوية التي تتعلق بغسول الفم أو غيرها من الأدوية. هناك عدة دراسات، أشهرها دراسة أجريت على مجموعة من المرضى واستقيمهم خلال فترة استخدام الكلوروهكسيدين، وهي أحد المركبات المكونة لمادة غسول الفم، وقاموا بمتابعة المرضى على فترات ممن استخدموها لمدة فترتين يوميا، وقياس ضغط الدم ومتابعة نمو البكتيريا النافعة أو الضارة في الفم. يوجد عندنا في فم الإنسان نوعين من البكتيريا، بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة. الاستخدام المفرط لغسول الفم يؤدي إلى قتل أيضا البكتيريا النافعة، مما يؤدي إلى خلل في تكوينة الفم، وبما يؤدي إلى خلل أيضا في تركيبة الجهاز الهضمي، فمما يساعد في زيادة بعض المركبات التي كلها علاقة بالتوازن الانقباضي والانبساطي في ضغط الدم. لكن هذا الشيء عبارة عن دراسات لم تثبت علميا، مؤكدة بدراسات أقوى أو بعينة أو بشريحة مرضى كثير. يوجد علاقة حسب الدراسة المذكورة وغيرها من الدراسات، يعني لم يكن فيها عدد مرضى. هذه الدراسة عدد المرضى المشاركين فيها حدود 26 مريض تمت متابعتهم، لكن دراسات كثيرة ينبغي أن يكون المريض ثابت في العوامل الأخرى، ليس لديه ضغط ولا سكري ولا أي من الأمراض الأخرى، حتى نخرج بتوصيات جيدة. الرسالة التي أود وصلها من خلال هذه المقولة، هل هناك علاقة بين غسول الفم وارتفاع ضغط الدم، أن يجب على المريض أخذ مادة غسول الفم المناسبة له والمناسبة لحالته الصحية والمناسبة لأمراض الفم والأسنان الموجودة عنده من خلال الطبيب المختص في ذلك، وبالفترة الزمنية المناسبة لذلك، حيث أن الاستخدام المفرط لها يؤدي إلى آثار جانبية كما ذكرنا سلفا، من ناحية تقليل نمو البكتيريا النافعة في الفم، مما يؤدي إلى فرصة زيادة نمو بعض الفطريات، لأنه يصير خلل في تركيبة التجويف الفموي، أيضا مما يؤدي إلى صدور بعض الروائح داخل الفم، لا سيما إن بعض مركبات غسول الفم تحتوي على بعض الكحولات. نعم. التي تساعد على تجفيف الفم. معنى كلامك دكتور علي أنه
لا يفضل او ما مش مسموح انه يتم استعمال غسول الفم بشكل روتيني ويومي، انما استعمالها يكون حسب حاله المريض او الشخص المصاب ببعض مثلا الالتهابات او المشاكل الصحيه في الفم والاسنان. استخدامها بشكل يومي بشكل مفرط، يعني يوم مرتين في اليوم، وبعضهم يستخدم التركيز المركز. صحيح. وبعضهم يعني الطبيب ينصحه بعمل تخفيف لهذا التركيز. وفي انواع اخرى من على حسب حاله المريض، في غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد ومنه تركيبتين، تركيبه اسبوعيه وتركيبه يوميه. ايضا الكلوروهكسيدين في مع الكحولات وبدون الكحولات. فيفضل زيارة الطبيب لأخذ هذا المركب تحت إشراف طبي حتى يعرف مدى فائدة المريض منه، لأن في بعض المرضى ما ننصح بذلك. مثلا الأطفال دون عمر 6 سنوات لا ننصح لهم باستخدام غسول الفم، لأن تركيبة الفم والعضلات الطفل لا يستطيع المضمضة بشكل جيد، ويستطيع بالبصق ببقايا الغسول مما يؤدي إلى ابتلاعها، مما قد يسبب له بعض الاضطرابات المعوية أو الغثيان. لذلك الإشراف أو على الحالة يكون جيد، كل طبيب كل مريض له طبيب الذي يرى أن حالته الصحية تفتدع ذلك مما يقوم بوصفه. لأن غسول الفم والزيارات الدورية لطبيب الأسنان وتنظيف الفم والأسنان وايضا الحشوات الوقائيه والفلورايد وتحليل النمط الغذائي للمريض، هذه تسمى عوامل مساعده للوقايه من امراض الفم والاسنان. يجب ان تعمل مع بعض حتى لا يطغى بعضها على بعض فتبدا بتشكيل او بتسبب بعض المضاعفات لبعض المرضى.